من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله إخوتي وأخواتي المشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم في وقفة تاريخية نعيد بها قراءة الماضي بواقع الحاضر. مشاهدينا، شهدت حياة الإمام الرضا عليه السلام وولايته العهد وإمامته ترفاً فكرياً، ونشوء التيارات والمذاهب الفكرية والعقائدية المنحرفة في الغالب، وأخذ أصحاب الملل والفرق التي ظهرت في زمانه يحاورونه ويحاولون بث مثبطات العزائم ومدمرات العقائد في صفوف المسلمين. هنا مارس الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام دوره العصموي في تقوية العزائم وتثبيت العقائد، فلنشاهد وإياكم كيف كان الإمام الرضا عليه السلام يبين واقع الإنسان بين أن يكون مخيراً وبين أن يكون مسيراً، وكلام في القضاء والقدر، فلنشاهد. يا ابن رسول الله، روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. ما معناه؟ من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم أن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حجاجه عليهم السلام فقد قال بالتفويض. والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك. يا ابن رسول الله، فما أمر بين الأمرين؟ وجود السبيل إلى إتيان ما أمر به وترك ما نهوا عنه. وهل لله مشيئة وإرادة في ذلك؟ أما الطاعات فإرادة الله ومشيئته فيها، الأمر بها والرضا لها والمعونة عليها، وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها. فلله عز وجل فيها القضاء؟ نعم، ما من فعل يفعله العباد من خير أو شر إلا ولله فيه قضاء. ما معنى هذا القضاء؟ الحكم عليهم بما يستحقونه من الذنوب، والعقاب في الدنيا والآخرة. مشاهدينا الكرام، بعدما شاهدناه من واقع، ها نحن نأخذ الدرس والعبرة من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إذ أين نحن من اتقاء القضاء بالقدر، وفررنا من قضائه إلى قدره؟ أين نحن من تلك المضامين الرضوية العالية؟ كيف نثبت عزائمنا ونقوي عقائدنا في الرد على الآخرين؟ وإلى الله ترجع الأمور. حياكم الله. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم
فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم فاطمع إذا في حبهم وتزودا.